السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة تانية من برنامج افتخر بابنتك، مبادرة الشباب. إن شاء الله نقدم لكم المثل والقدوة في المبادرة التجميلية معانا ومعاكم برنامج افتخر بابنتك. مساء الخير عليكم، وحشتوني من الأسبوع اللي فات. أنا جاية النهاردة بناشد، بقول للشباب يلا عايزين نشتغل. احنا عملنا برنامج فيه كل المهن، المحامي، الدكتور، الكوافير، كل ممكن تتخيلوه من افتخر بمهنتك. مساء الخير عليكم، مساء السعادة، مساء التفاؤل، مساء الأمل. النهاردة جايين في افتخر بمهنتك عشان نتكلم للناس اللي نجحت في حياتها والناس اللي لازم تحقق أهدافها وتوصل معانا لحد هنا عشان تحقق حلمها. في افتخر بمهنتك. افتخر بمهنتك مش مجرد مبادرة ولا مجرد كلمة، طبعا شاملة كل المهن، المهن الحرفية، المهن التجميلية بنقدم فيها المثل والقدوة. مكانك معانا، أي محافظة في مصر بتتابعنا، رقم التواصل موجود على الشاشة. نتمنى تكون معانا دايما في قصة نجاح، وافتخر بنفسك، افتخر بمهنتك. كل واحد من هنا يبدأ مشواره. بنقول للشباب اللي قاعدة على القهاوي لا مفيش الكلام ده، بنقول للست اللي قاعدة في البيت، بنقول لكل شعب مصر احنا البرنامج ده بتاعكم انتوا، وافتخر بمهنتك. افتخر بمهنتك. النهارده احنا بنتكلم عن حاجات كتيره قوي، ان كل واحده مفروض ميك اب ارتست او اي شاب او اي حد عنده اي اسره او اي حد محتاج ان هو يتيم او محتاج مساعده، احنا هنقف معاه وهنقف جنبه في افتخر بمهنتك. طبعا مبادره افتخر بمهنتك العرسان يعني غير مبتدرين والعرايس، معانا فريق عمل من كل محافظات مصر من زمايلنا في مجال التجميل. تواصلوا معانا على رقم التليفون، وان شاء الله تكون مبادرة خير، مبادرة افتخر بمهنتك. انتظرونا، ما تروحوش في أي حتة، رجعنا لكم تاني.
لكم مره ثانيه. مبادره الشباب افتخر بمهنتك المبادره التجميليه بنقدم لكم النهارده بنت شبرا الخيمه مثل القدوه خبيرتي التجميل ميك اب ارتست هاجر اسلام. منورانا يا فندم بوجودك يا استاذ عماد. شرف لينا مبادره افتخر بمهنتك. شرف ليا طبعا ربنا يخليك. ان شاء الله هتقدم لنا تابلو فني النهارده جميل تشرحه بقى مع شيماء. اتفضلي يا شيماء. عامله ايه يا هاجر؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ الحمد لله. حلوه العرايس اللي عاملاها قوي. ربنا يخليك. جميله جدا. ربنا يخليك. ظاهره فيها كل حاجه حلوه. ربنا يخليك. هايلايتر كونتور كل حاجه حلوه. ربنا يخليك. تقدري تشرحي لنا؟ اكيد طبعا. اتفضلي. اقوم؟ اه اتفضلي. عايزينك تشرحي لنا يا هوبر انت حاطه فاونديشن لو هي بشرتها دهنيه بنستخدم لها فاونديشن ايه؟ ليكويد شويه؟ اه حاجه سيمبل وخفيفه. ما تكونش يعني مع... بصي هو هنا بنحاول كمان لو البشره دهنيه ما بنزودش الهايليتر عشان هي اصلا دهنيه فهتدينا اضاءه جامده فمش بنزود الهايليتر. بنغمق الروج شويه علشان خاطر برضو الفجعه بتاعت الهايليتر هتبقى جامده مع البشره الدهنيه. تمام. بنستخدم بقى الكومباكت حاجه بسيطه برضو مش الابيض او حتى لو البنت بيضه مش هنقدر ان احنا نعمل لها حاجه فاتحه قوي عشان هي بتبقى البشره لامعه لوحدها. طب ليه لما بنحط الفونديشن ليه يقول لك لازم تثبتيه بباودر؟ ليه؟ ما هو لازم علشان خاطر البشره الدهنيه بالذات لازم الباودر ما يبقاش اوفر حاجه بس بسيطه كده لان البشره الدهنيه بيسيح. تمام. طيب اشرحي لنا كده انت حاطه لها الكونتور ازاي؟ هو انا بادئه الكونتور من اول هنا تمام لحد هنا ماشي من اول الحته اللي هي عند الودن هنا في النص لحد هنا تمام عشان اظهر الخدود. تمام ماشي. وهي مناخيرها طبعا يعني ولا كبيره ولا صغيره فاللي هو برده محدده ملامح المناخير. تمام حلو جدا. ميك اب والحواجب يعني اكتريت الناس بترسمها اللي هي حته واحده. حلو ان انت عاملاها اللي هي هير باي هير. اه كانها فعلا هير باي هير. اه حلو جدا. والروج برده جميل جدا. اتفضلي الموديل الثانيه. جميل جدا اللي انت عاملاه. حلوه قوي. هما دايما كده. حلو قوي الجليتر اللي انت حاطاه فوق عينيها. هو الفستان طبعا جليتر فلازم اعمل حاجه تليق بيه. بتنسقي يعني الفستان مع الميك اب؟ اه. وطبعا العين فجه شويه فاحنا بنعمل الروج حاجه سيمبل قوي. تمام. لان هي ملامحها سيمبل مش اوفر. تمام. فلازم نعمل يعني كله متناسق مع بعضه ومش محد يعني مش مقصرين الحاجب مش متخنين مش مرفعينه عاملين حاجه بسيطه عشان تبان كلها مع بعضها. وبعدين مش عاملين فورمه عاملين حاجه ويفي كده بسيطه سيمز بسيط قوي ومبينين التاج لان الفستان اصلا اوفر يعني. طب لو هي عينيها هي عينيها ضيقه ولا عينيها واسعه؟ لا هي عينيها كويس عشان كده انا مش عامله لها حاجه مفتوحه. يعني ملاحظه ان انت عامله للموديل الثانيه ابيض ابيض وحاطه لها هي اسود. اه لان هي عينيها حلوه مش محتاجه. مش لاشز برضو يعني ظبطاها بحيث ان هي ما تبقاش فوق قوي الرموش. لا مش عامله لها حاجه. اه لان هي عينيها اصلا حلوه ورموشها كمان جميله مش محتاجه ان انا اكتر الرموش اللي هي كتير والعاليه لا مش محتاجه. اتفضلي. تسلمي لي. تابلو فني جميل قدمتيه. اتفضلي. حضرتك ممكن تقولي لنا مكانك فين؟ في شبرا الخيمه عند كوبري عرابي ام بيومي امام طبعا جنب رقم التوحيد. رقم التليفون بتاعها موجود على الشاشه. طبعا في توأمه بين مبادره تفتخر بمهنتك كفكر ومع شخصك الكريم وشغلك الجميل تابلو فني جميل. ايه اللي تقدميه طبعا بالاتفاق اللي احنا اتكلمنا فيه ما وراء الكواليس لعرايس الايتام اي عروسه يتيمه؟ انا رقم التليفون بتاعي على الشاشه والعنوان وانا هتواصل معاكم واللي انتوا عايزينه انا عنايه ليكم. اي حاجه انتوا عايزينها من ميك اب لفستان لكوافير كل حاجه اي حاجه هي عايزه. يعني انت عندك استعداد تبقي معانا في المبادره ان انت تقدمي حاجه زي كده؟ اه طبعا دي حاجه كويسه جدا. تمام. انا عليا لاي حد
اي ست مش مقتدره ونفسها تعمل اي حاجه تجيلي برده ما فيش مشكله. يعني لو واحده عايزه تعمل بروتين تجيلك برده؟ تجيلي اعمل لها بقى حاجات قليله بنسب قليله جدا تحت امر اي حد. ليكي جدا، شغلك حلو جدا وان شاء الله تبقي حاجه كبيره وان شاء الله تنجحي في شغلك، ان شاء الله تحققي احلامك واهدافك، ده اللي احنا بنوصل له من مبادره افتخر بمهنتك. احنا دايما لما بنقول المثل والقدوه، فاحنا النهارده بنقدمك ست مصريه بنت بلد. بصراحه تشرف مني التكافير والتجميل، وشرفتي فريق المبادره انك نورتنا النهارده. عايز بقى كلمه اخيره للتابلو الفني اللي انت قدمتيه، مقدمه لنا عروسه محجبه وعروسه غير محجبه. طبعا العميله اللي بتجيلك انت بتحتويها نفسيا، احنا الصاحب، احنا الدكتور، احنا صديق العميله، لما بتجيلك بتحتويها. يعني ايه اللي انت بتقدميه برضه عشان تقولي لمتابعينك او مشاهدينك؟ هو انت لازم تريح العروسه نفسيا عامه، تشوفها هي مرتاحه لايه، عايزه حاجه اوفر، عايزه حاجه سيمبل، عايزه حاجه اب نورمال، حاجه على حسب دماغها وهي يعني مرتاحه لايه بالظبط. مفيش عروسه اتخانقت معاكي مثلا على ميك اب اوفر مثلا او عايزه ميك اب سيمبل مثلا؟ لا، هو في العكس. يعني يعتبر انا فاتحه برضو في منطقه مش كلاس قوي، فاللي هو المفروض يعني بيجي لي ساعات عرايس ايه انا عايزه حاجه اوفر، بس هي ملامحها قدامي سيمبل، عايزه اعمل لها شغل سيمبل مش حلو، الاوفر هيبقى عليك، هيبقى شكلك لذيذ لما اعمل سيمبل. فمثلا تقول لي لا انا عايزه حاجه اكتر، في عروسه بتبقى هاديه جدا عايزه حاجه بسيطه قوي بتطلع زي القمر، طبعا بتبقى عايزه شغل بسيط جدا والبسيط بيظهر اكتر. احنا المفروض ان احنا بنعمل شغل كونتور، بنظهر الملامح مش اكتر، بتظهري وجهه العين حلوه قوي بس. ففي اكيد مش لا واضح من شغل حضرتك النهارده حاجه جميله. ممكن برضو نشرحها تاني المودلز تفضل معانا. لا شغلك حلو جدا، حتى رسمه برضو رسمه البق كويسه مظبوطه، ما فيهاش غلطات، يعني حاجه جميله جدا. ماشي، تعالي كده يا فندم. ايوه كده. حلو ان انت مطلعه واحده بطرحه وواحده بشعرها، حلو ان انت متنوعه ومتغيره دايما في حاجتك. يعني هو التغيير طبعا لازم يبقى، انا لازم كنت عايزه ابين شغلي الحجاب، وفي برده حجاب تركي برده بعمله بيبقى لذيذ، بس انا شايفه الطرحه اللي انت عاملاها دي اسبانيش. صح كده. شايفه ان هي وشها حلو قوي في الاسبانيش. عشان وشها طويل ولا عشان وشها، يعني لو واحده وشها طويل هتلبسي لها ايه اسبانيش؟ بصي هقول لك، هو على حسب، ما هو في طويل قوي بيبقى مش حلو في الاسبانيش، لان بيبقى الحته اللي تحت دي بتبقى مطوله كده شكلها مش بيرجع لخبرتك انت برده. خبرتك بقصرها شويه بالكونتور، بحدد ملامح شويه، بس في ممكن يليق عليها الحجاب التركي وفي لا. طب لو جات لك عروسه مثلا هي مصممه تعمل التركي وهو مش لاقي عليها وعايز تعمل اسبانيش، هوريها، هعمل لها تيست واوريها، اوريها الفرق ما بين ده وما بين ده. حصلت كذا مره على فكره. يعني استاذه هوجر بتتكلم ان هي اي عروسه هتريحها جدا، هتحسسها ان هي فعلا هتطلعها كويسه، مش هتقولها لا، هتريحها بحيث ان هي تظبط لها الطرحه، تعمل لها الحاجه اللي هي عايزاها. هريحها نفسيا بس في نفس الوقت الحاجه اللي هتليق عليها، لاني انا واجهتها، يعني هي طالعه من عندي انا. وسنتر حضرتك بيقدم خدمه برضو الفساتين؟ كل حاجه. انت فاتحه فساتين اتيليه؟ فساتين وكوافير وميك اب وشعر. توفرها على العميله بقى، تخش حضرتك من الالف للياء، انها من ماتيريال اللبس للفستان للميك اب. كل حاجه عندي، الاتيليه والفستان الكوافير وكل حاجه، اي عروسه وحتى الاستوديو عندي برضه. ما شاء الله. طب احنا لما بنقول النهارده المثل والقدوه لمهنه التكافير والتجميل، خبيره التجميل هاجر اسلام النهارده ما شاء الله صاحبه بيوتي سنتر جوجو توتي. جوجو وتوتي. واستوديو واتيليه، بتقدم خدماتها لابناء شبرا الخيمه، وتقدم لكم دايما برضه مع شيماء مقدمه لكم المثل والقدوه للاستاذه هاجر النهارده. التوأمة مع غير مبتدرين يتواصلوا برضو معاها. احنا مبادرة الخير، وبنشكرك على الامل الجميل والخير اللي انت عاملاه، يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يخليك يا رب. بلاش انا. منورنا يا هاجر. ربنا يخليك. وبجد سعداء جدا ان احنا معاكي. انا اللي سعيدة. وحلو شغلك قوي وجميل جدا جدا جدا. حلو ان انت تطلع لنا فكرتين حلوين، الاثنين احلى من بعض. كل حاجة عملتيها حلوة، عملتيها مظبوطة.
وحلو طبعا ان انت هتعملي معانا في المبادره، ان انت فعلا هتطلعي عرايس معانا. رساله اخيره بقى تقدميها انت اللي عايزه تقيدها لحد من اهلك، من حاجه دي حاجه الكاميرا معاكي، والرساله دي لمين؟ لاهلك، اي حد انت حابه. الرساله دي احنا دايما المبادره تفتخر بنتك من سبت. تمام. أولادك. انا طبعا بشكر، انا يعني اهم حاجه في حياتي طبعا مامتي واخويا وجوزي، دول اهم اعز ناس عندي طبعا، ربنا يخليهم لي ما يحرمنيش منهم. وانا يعني نفسي اعمل لهم احسن حاجه في الدنيا، ربنا يخليهم لي يا رب، يبارك لي فيهم ان شاء الله ويخلي لي كمان. وبرده ابن اخويا عشان بموت فيه. الرساله مفتوحه، احنا طبعا المبادره تفتخر بمنتك عشان خاطر انا برده بعز اصحابي طبعا، لان انا اصحابي كويسين جدا معايا وبحترمهم قوي، والحمد لله في معزه ما بيننا جامده. ربنا يخلي لي كل اصحابي وكل الناس الكويسه وكل الفانز بتوعي على الفيسبوك. مش عايزه تقولي رساله لحد تعب معاكي خالص في نطلع التابلو الجميل ده. بجد انا بشكرك جدا جدا جدا. انا اللي اسف على اي تقصير والله بامانه، انا عارفه ان انا تعبتك وانا عصبيه، بس احنا اسفين ليكي جدا يعني. كوافير وافتخر، ربنا يخليك. كوافير وافتخر طبعا، كوافير وافتخر ده تقدير بسيط من جدا. برنامج افتخر بمهنتك. ميرسي جدا، ربنا يخليك. نقدم لك شهاده تقدير دي كمان. ميرسي قوي، ربنا يخليك. ميرسي، تسلم ايديكم. خليكي بقى مع الكاميرا هنا، قولي لهم افتخر بمهنتك كوافير وافتخر. افتخر بمهنتك كوافير وافتخر. انتظرونا او تروحوا في اي حته. انا ذكري جميل، صاحب ورشه الموتيل، بقالي 10 سنين في المهنه، وبشجع مبادرة افتخر بمهنتك. أنا دكتور شنودة حلمي يوسف، صيدلي بقالي 20 سنة في مهنتي، بشجع مبادرة شباب وبفتخر، طبيب وأفتخر، ومبسوط جدا بالتشرف معاكم. أنا اسمي إسلام محمد، عندي صالون حلاقة، بقالي 18 سنة في المهنة، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك وحلاق وافتخر. أنا سامح عبده، كهربائي سيارات، بقالي 25 سنة في المهنة، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي أحمد المحلاوي، صاحب شركة فاير سيفتي للتجارة والتوريدات، فني ترومبات حريق، ديزل وكهرباء وجوكي، جميع كل ما يلزم الحريق، وبشجع مبادرة افتخر بمهنتك. الحمد لله شغال بقالي 12 سنة 14 سنة في المهنة دي، وبفتخر بمهنتي. أنا ماركو كرم، بقالي 20 سنة شغال في المهنة، ورثها عن والدي، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا محمد جمال، بقالي 15 سنة شغال في المهنة، في مهنة الفطير، وبشجع مبادرة الشباب ماشي وفطاطري وافتخر. أنا محمد طلعت، وارث المهنة عن والدي، بقالي 20 سنة، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي سيد نور الدين، شغال في مكواجي بقالي 10 سنين، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. انا اسمي مارينا جورج، طبيب صيدلي كلينيكال فارماسيست، بقالي 3 سنين شغاله هنا، بشجع مبادرة افتخر بمهنتك، طبيب صيدلي وافتخر بمهنتي. من شارع شبرا، مبادرة الشباب افتخر بمهنتك، ان شاء الله انتظرونا على قناة الصحة والجمال، مثل وقدوة لكل المهن الحرفية والتجميلية والفنية والرياضية مع شباب مصر في كل المجالات. نقدم لكم المثل والقدوة ان شاء الله على قناة الصحة والجمال، انتظرونا. نايس. ورجعنا لكم تاني، معاكم عوض صبري عوض، مؤسس مبادرة افتخر بمهنتك، وانتظرونا قريب على مسابقة في قناة الصحة والجمال مباشر على الهواء، كوافير رجالي وكوافير وافتخر. شكرا. رجعنا
رجعنا لكم تاني في فقرة ولاد البلد، ومعانا دلوقتي مدام هبة ميك اب ارتست. اهلا وحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا انت قلتي لي ان انت من المنصوره. سمبلاوين. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. بتوع المنصوره طبعا كلهم معروف ان البلد دي كلها جمال. الله يخليك. الله يخليك بجد والله. الله يخليك. انا عايزاكي بقى النهارده احنا معانا موديل، معانا عبير ياسمين. ياسمين سوري. عملنا لها طبعا ميك اب. ده شبكه ولا ده ميك اب؟ ميك اب سواري هادي جدا، ينفع لشبكه برضو. دلوقتي انا حطيت لها البرايمر الاول عشان يثبت الميك اب. نيجي هنا كده يا ياسمين عشان بس تشرحي لنا كده مع المشاهدين. انا حطيت لها الميك اب البرايمر الاول عشان اثبت الميك اب. تمام. بعد البرايمر اسيبه البشره تشرب شويه دقيقتين كده، وبعدين احط الكونسيلر بتاعي. سواء بقى حاجه استاذنك في حاجه بتحطيها ممكن للمشاهدين تنصحيهم بيها، ان انت في حاجه تغذي حاجه لو البشره دهنيه والميك اب بيسيح ممكن يعملوا ايه؟ بحط الاول برطب البشره الاول قبل اي حاجه. تمام. وبتبع يعني بشوف البشره اذا كانت دهنيه ولا جافه ولا عاديه، بمشي حسب كل بشره، يعني بجيب الفانديشن اللي يليق على البشره بتاعتي. أكيد. اذا كانت دهنيه ولا عاديه ولا جافه. فهنا دلوقتي احنا حطينا الكونسيلر، كانت ياسمين ما عندهاش هالات، يعني حطيت الكونسيلر يعني ايه يبرز العين، منطقه اللي تحت العين دي بس شويه، هي ما عندهاش. ما شاء الله يعني، ما شاء الله يعني. ولا عامله مثلا منظفه لها وشها ولا عامله تنظيف بشره؟ لا لا، بس البشره رايقه. تمام. طب ده هل العيب الفونديشن ولا ده حاجه معينه انت بتعمليها قبل؟ دي بتبقى ترطيب البشره، ارطب البشره كويس بعد كده. وبعد كده احط البرايمر دقيقتين، بعد كده اوزع الكونسيلر او وبعدين الفونديشن. بس وبعدين حطيت لها اللوك الاي شادو رائق جدا، موف، بس موف فاتح زي ما انت شايفه كده. والبس الرموش، الروج، تحديد الحواجب، الحاجات دي كانت بسيطه جدا. احنا عندنا بقى المشاهدين بيسالوا على حاجات انت عارفه طبعا اللي هم قاعدين في البيت وبيبقوا عايزين يعملوا حاجه كده سريعه ينزلوا بسرعه. احنا طبعا معانا في فقره ولاد البلد فبنتكلم بطبيعتنا طبعا. فانا عايزاك تقولوا لهم على وصفه يكونوا في البيت، ما فيش حد يتكلف مثلا بحاجه ينزل يجيبها، لا انا عايزاك تقولي حاجه للي بيعملوا ميك اب في البيت اللي هم يستخدموه. لو في حاجه مثلا للترطيب ممكن هم يعملوها في البيت لو تقدري تقولها لهم. هو بس احنا بنعمل الزبادي والخيار، ده ماسك كويس جدا لترطيب البشره. ده لو تقدري تعمليه كل يوم، هي بتغذي البشره وحلو البشره وبيدي نضاره حلو. الاول بتنضفي التونيك او الكريم. ايوه مرطب. تمام. ايوه وبعد كده تروحي حاطه الزبادي بالخيار. ايوه تمام. تمام. وتروحي حاطه عليه الخيار طبعا. ايوه طبعا، زي اي واحده دلوقتي الدنيا كلها عارفه الماسك دوت كويس جدا. لا انا عارفه الكلام ده طبعا. بصي من زمان الحاجات بتاعه زمان دي بصراحه، ما هي الحاجه. تمام. الحاجات الطبيعيه بصراحه انا واحده من الناس بحب الحاجات الطبيعيه، بس الناس من كتر ما هي بقى فيه كيميكال والناس بقت تستسهل فبقوا يجيبوا الحاجات اللي هي السريعه. فعشان كده احنا عايزين نرجع الزمن تاني ونقول لهم لا، ان ما فيش زي الوصفات القديمه بتاعتنا. لا ما فيش زيها طبعا طبعا. طب ده بالنسبه لكل البشره، انواع البشره، ولا في انواع بشره تانية دي جافه الحساسه؟ البشره الحساسه طبعا بنستعملها العسل. عسل ابيض بس؟ ايوه تمام. دي البشره الحساسه حوالين العين. حوالين ايوه تمام، حوالين العين المنطقه ديت بالذات علشان بتبقى حساسه، يعني اكتر حته بتبقى رقيقه في البشره كلها. طب انا سمعت يا هبه عن الزيت اللي هو جنين القمح، بيقول ان الزيت جنين القمح بيخفي خالص المعالم، الهالات السوداء. الهالات السوداء طبعا. تمام. لا كويس جدا. طب أنا لو جربت حد عنده في وشه مثلا مناطق كده كلف او حاجه، في زيوت او في حاجه ممكن وصفه تقولها لهم ان هم يعملوها للمشاهدين؟ اقول زيوت على الهواء اسم زيت ولا؟ مفيش مشكله، احنا طبعا بنقدم للناس اللي في البيت اللي هي مش قادره تروح تكشف، مش قادره تروح مركز تجميل. فاحنا بنقول لهم على وصفه تكون طبيعيه يعني تعملها في البيت. اللي هو اللي بتاع قولي معايا اللي
ايه اللي هو زيت السمسم. هم قالوا لي بره ما تتكلميش في ايه في الاسامي. خلاص مفيش مشكله، في خلطه طبيعيه ممكن تقولها لنا. هو زيت السمسم مع الزبادي برضو هيبقى كويس، بيحوش الهالات السوداء التصبغات بتاعه البشره. تمام كده. طيب ده بالنسبه طبعا. اتفضلي يا هبه، اتفضلي ياسمين. انا متلخبطه طبعا هبه وياسمين اتفضلي. طبعا انا عايزه بقى اتكلم معاكي، انت بالنسبه للميك اب بس ولا انت بتشتغلي لا حاجه ثانيه؟ متخصصه بروتين برضو، وكل حاجه الحمد لله بشتغل فيها. والله ده كويس جدا. انا عايزه اقول لك ان احنا الفتره اللي فاتت دي من حوالي مثلا من 5 لـ6 سنين، من كتر ما كل واحد عايز يعمل مشروع فيروح فاتح كوافير ويروح حاطط فيه بنتين وما بيعرفوش يعملوا حاجه. ما هو ده سبب ان يعني انا بيجي لي عملاء شعرها بيبوظ من ان انت يعني ايه ما بيروحوش لحد متخصص، يعني بيروحوا لاي حد. انا سمعت فلانه بتعمل الشعر بسعر قليل مش عارفه بيجروا عليها، لكن اهم حاجه تروحي لحد متخصص يبقى عنده درايه كافيه بيه. ليه؟ عشان تحافظ على شعرك. صح طبعا. لكن هتروحي لاي حد خلاص انسي شعر. انا بتجيلي ناس كتير جدا الشعر بيقع، الشعر بايظ، الشعر متقطع. انا شايفه طبعا ما شاء الله يعني في شعر. ده شغل حضرتك؟ ايوه تمام. ده شعر افريقي، طفله برضو كان شعرها افريقي جدا وعند في نسبه هيشان جامده وتقصيف. قولي لي بقى، هل البروتين اللي انت بتستخدميه بيبقى يعني مسرح، بيبقى ما فيهوش طبعا لازم فورمالين؟ طبعا لازم اتبع الشركه، يعني كل شعر وليه منتج معين لازم اتبع الشركه اللي انا ماشيه معاها. طبعا اهم حاجه كمان وزارة الصحة. اهم حاجه ايوه، علشان اسمي. صح. تاني حاجه الموزع اللي بيوزع المنتج دوت، اذا كان لان في الحاجات دي اتضربت جامد في السوق، فلازم انا اجري ورا الحد الكويس. امشي الاول على اتبع وزاره الصحه، الموزع المعتمد بتاعها طبعا، فعلشان اسمي قبل اي حاجه. صح. طيب تنصحي ايه بقى للمشاهدين؟ قولي لهم يعني هم ياخدوا بالهم ازاي ان مثلا في حد بيقول لهم لا الكلام ده مش صح. ايه النصيحه اللي انت ممكن تقوليها لهم؟ هم بيروحوا. عايزه اقول لك والله يعني انا اعرف ناس بدون ذكر اسماء وممكن يروحوا في ممكن يروحوا المنصوره، ممكن يروحوا عشان الاسم بس وبيدفعوا مبالغ عايزه اقول لك فظيعه، ومع ذلك بيجوا النتيجه مش قادره اوصفها. تحت الارض. طب انت تقولي لهم ام هم مثلا يعرفوا ازاي يكتشفوا ده ازاي؟ ما هو انا بمشي ورا المتخصصه اللي انا عندي درايه كافيه بيها، يعني اللي انا عارفاها وعارفه، وشفت واحده قريبتي عملت عندها وشعري ما شاء الله جاي عليها، وشفت ده. انا لازم اروح وامشي ورا المتخصصه اللي هي ايه متخصصه في المجال ده، مش صح. اي حد. انت عشان عندك ضمير. الحمد لله. ربنا ان شاء الله هيكرمك. وطبعا احنا كان معانا مدام هبه من المنصوره، فطبعا ارقام تليفوناتها لو حضرتك تقدري تقولي رقم التليفون والعنوان. عندها طبعا ضمير جدا يعني، احنا بندور على الحته دي، وان شاء الله باذن الله. عايزاكي بقى تقولي مع المشاهدين وتختمي بحاجه تقولها لهم نصيحه ليهم. امشي ورا الحاجه الصح هتلاقي النتيجه الصح. طالما في ناس كتير عندها ضمير لازم تكوني معاها، لكن ما تمشيش ورا الكلام، امشي ورا الحاجه الصح. شكرا. ميرسي، ربنا يخليكي. وانا كنت سعيده جدا بلقائك. انا اسعد يا حبيبتي. وطبعا ده تكريم صغير حبيبتي، شرفتينا في برنامج افتخر بمهنتك. الله يخليك. ده حاجه صغيره. تسلمي. شكرا. ونورتيني جدا. نورتيني ياسمين حبيبتي، خليكم معانا. أنا ذكري جميل، صاحب ورشة ألموتال، بقالي 10 سنين في المهنة وبشجع مبادرة افتخر بمهنتك. أنا دكتور شنودة حلمي يوسف، صيدلي، بقالي 20 سنة في مهنتي،
بشجع مبادرة شباب وبفتخر طبيب وأفتخر ومبسوط جدا والتشرف معاكم. أنا اسمي إسلام محمد، عندي صالون حلاقة بقالي 18 سنة في المهنة، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك وحلاق وافتخر. أنا سامح عبدو، كهربائي سيارات بقالي 25 سنة في المهنة، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي أحمد المحلاوي، صاحب شركة فاير سيفتي للتجارة والتوريدات، فني ترومبات حريق، ديزل وكهرباء وجوكي، جميع كل ما يلزم الحريق، وبشجع مبادرة افتخر بمهنتك. الحمد لله شغال بقالي 12 سنة 14 سنة في المهنة دي وبفتخر بمهنتي. أنا ماركو كرم، بقالي 20 سنة شغال في المهنة وارثها عن والدي، وبشجع مبادرة الشباب افتخر بمهنتك. أنا محمد جمال، بقالي 15 سنة شغال في المهنة في مهنة الفطير، وبشجع مبادرة الشباب ماشي وفطاطري وافتخر. أنا محمد طلعت، وارث المهنة عن والدي بقالي 20 سنة، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي سيد نور الدين، شغال في مكواجي بقالي 10 سنين، وبشجع مبادرة شباب افتخر بمهنتك. أنا اسمي مارينا جورج، طبيب صيدلي كلينيكال فارماسيست، بقالي 3 سنين شغالة هنا، بشجع مبادرة افتخر بمهنتك، طبيب صيدلي وافتخر بمهنتي. من شارع شبرا، مبادرة الشباب افتخر بمهنتك. إن شاء الله انتظرونا على قناة الصحة والجمال، مثل وقدوة لكل المهن الحرفية والتجميلية والفنية والرياضية مع شباب مصر في كل المجالات. نقدم لكم المثل والقدوة إن شاء الله على قناة الصحة والجمال، انتظرونا. نايس. ورجعنا لكم تاني، معاكم عوض صبري عوض، مؤسس مبادرة افتخر بمهنتك، وانتظرونا قريب على مسابقة في قناة الصحة والجمال مباشرة على الهواء، كوافير رجالي وكوافير وافتخر. شكرا. رجعنا لكم مرة تانية، الفقرة الأخيرة، فقرة الواد البلد المميز والمبتكر من مهنة الكوافير والتجميل. النهاردة هنقدم لكم المثل والقدوة للشباب المنصورة السنبلاوين، مصفف الشعر الأستاذ وائل الدسوقي، أهلا بحضرتك منورنا. الله يبارك لك. أشكرك. طبعا الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. وإن شاء الله كده تكون حلقة جميلة. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. مع حضرتك. نشرف بملك فؤاد الأول. حبيبي يا أستاذ عماد. نجم بني سويف اللي إحنا بنعتذر له على الهوا أهوت قدام الناس على تقصيرنا في الحلقة اللي فاتت. نجم عبد الله محمد. حبيبي يا أستاذ عماد. حبيبي. الحمد لله على السلامة، بني سويف أحسن ناس. الله يسلمك. ربنا يخليك. طبعا معاكم بنقدم لكم دايما من مبادره الشباب افتخر بمهنتك كوافير وافتخر، معانا الاستاذ وائل. النهارده بقى عايزك تقول لنا ايه قصه كفاحك ونجاحك، وتفضل عايزك كده تقول للمشاهدين معاك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله الشكر الاول والاخير لربنا وحده، بعد كده الست الكل اللي ربنا يبارك لي فيها، اللي فضلها عليا مهما هتكلم عمر ما هتوفى. ربنا يديلك الصحه. ربنا يبارك لي فيها يا رب، ست كل امي، ربنا يحفظها لك. بعد كده الفضل الاول والاخير بقى لاستاذي ومعلمي الاول عليه رحمه الله الحاج عبعاطي سند، اتمنى من الله له الرحمه يا رب. بعد كده انت ربنا اعطيك الموهبه واعطيك الكفايه، انت حقق اللي انت عاوزه وتكلم في اللي انت عاوزه وشوف دنيتك في ايه. الشغل ما بيقفش على حد، ولكن انك انت تطلع اللي جواك، شغل عقلك، استثمر حياتك في اللي انت موجود فيه ايا كانت مهنتك، افتخر بها. مش لازم انك تقف على حاجه معينه او تقف عند حد معين، لا، انت معاك القدره انك تخليك تعمل اي حاجه، مش لازم ان انت تيجي عند وقت معين وتقف، مش اكتر عليك. من كده ربنا يوفقك في حياتك، انت فعلا مثل وقدوه للشباب. بنطلب من الاعداد يعرض صور لحضرتك على دماغي. قول لنا عنوان السنتر بتاعك والعرسان الايتام او الغير مقترين. لو والله انت والله انا تحت امر اي حد غير مقتدر، والدسوقي موجود في اي وقت وفي اي مكان،
اونلاين ان شاء الله في اي وقت ان شاء الله. رقم تليفونك على الشاشه وخليهم يعرضوا برده الصور للشغل حضرتك دي برده. ده عمرو الله يصلح حاله يا رب، ده سافر وده رقم تليفونك برده موجود اهو ان شاء الله مع حضرتك. ده عمرو ما شاء الله عليه يعني كان خطوبه وكده منتصر فرح اخوه. اغلب البيج بتاعك ما شاء الله عرسان حاجه جميله وتشرف. الله يصلح حالك يا استاذ عماد. بعد كده في منتصر ده ما شاء الله عليه خالد، ده خطوبته فيه بعد كده ان شاء الله. هي كلها شباب وشباب جميل ربنا يبارك لهم ما شاء الله. البيج بتاعك حاجه تشرف، الاعداد اتفرجنا عليه حاجه كويسه، وكلها حاجات ما شاء الله بسيطه وجميله. شغلك ما شاء الله حاجه جميله. محمد ده كان فرح اخوه فيه برضو لمسات بسيطه كده وجميله تمام. انك تقدر تتكلم فيها انت بايديك تعمل اللي انت عاوزه، ما توقفش نفسك عند مكان معين. ده كان شاب شغال معايا ده اب نورمال طبعا، شغل اب نورمال حاجه كاريزما كده كوفير وائل. ده حاجه بسيطه كده بس جميله ما شاء الله عليها. ده عندنا في المكان الله يصلح حالك استاذ عماد، تشرفني في اي وقت ان شاء الله. وعد احنا وعدناك باذن ان شاء الله. فيه برضو شباب لما يكون حابب مهنته وعاوز يعمل فيها حاجه بيطلع اللي جواه مهما كانت هي ايه. اخر رسمه الاب نورمال جميله دي حاجه كده يعني ايه، في وقت ممكن نقول ايه الدماغ محتاجه تعمل حاجه جديده فبتطلع اي حاجه. دي كاريزما الاب نورمال ما شاء الله عليك بجد. انت شرفتنا النهارده الله يبارك لك استاذ عماد على دماغي، وان شاء الله كده تشرفونا. احمد ده من الناس الكويسه الله يوفقه يا رب، برده ايه موديل كده وحاجه جميله ما شاء الله عليه. طيب ده اخر صوره لحضرتك. طب نروح بقى للاستاذ فؤاد. استاذ فؤاد الملك فؤاد، في رساله انت عايز تقدمها وجاي مخصوص تاني مره تقدمها اتفضل. اولا انا بهدي سلامي لكل بلدي قريه الشريف مركز بيبا بني سويف، والفضل كله يرجع لابويا ان هو اللي رباني وهو اللي علمني المهنه ودعاء والدتي ليا. ممكن نعرض الصور بتاعت فؤاد على وبرسل سلامي طبعا لعمده بلدي العمده محمود والعمده طارق وكل مشايخ بلدي وفي تقدم باذن الله. عبد الله محمد رساله كده تحب توجهها، انت نورتنا قبل كده بس بنعتذر لك على الهواء. بنورك استاذ، بنورك اتفضل. بنورك والله انا ما فيش اكتر من اللي انا هقدر اقوله. يعني استاذي اللي علمني استاذ سيد كان محامي والله ده شغلي حاجه كده ايه حاجه هاديه. ويعني اشكر عمي سيد ده الله يرحمه يعني ويجوز عليه الف رحمه. ومن بعدي الاستاذ الشيخ ربيع، يمكن الحلقه اللي فاتت اتكلمت معاكم عليه. ايوه ما صورته برده ما هتتعرض دلوقتي بعد اذنك يعني لو لا هتتعرض. اتفضل كمل كلامك. يعني ده ليه جميل عليا، ومن تاني مره من حضرتك من برنامج افتخر بمهنتك بشكره وبشكر كل اهل بلدي واللي بيقف جنبي واللي يعني بيساعدني وباذن الله في تقدم. نورت بني سويف ومثل وقدوه لشباب بني سويف نورتنا. اتفضل نرجع بقى للاستاذ وائل، لو في رساله عايز تقدمها لحد اقرب حد. رساله بسيطه كده يعني اي شاب مهما كان الشغل اللي انت فيه ايا كان اوعى تقلل من نفسك، اوعى انك تعيش يعني اقول ايه حاجه انت مش حاسسها. لا والله في كلمه جميله قوي لزعيم الامه زي ما انا بسميه الله يرحمه الرئيس السادات، قال ايه لو انت عندك الاراده كفيل تعمل اي حاجه. عارضها. لو انت عندك الاراده كفيل تعمل اي حاجه، مش لازم انك تكون حلاق، ممكن دكتور مهندس مدرس ايا كان، ما دام عندك الاراده الكافيه ان انت تعمل اللي انت عاوزه هتوصل له. وما توقفش عقلك عند حاجه معينه، لا استثمر وقتك، انت شغال في مهنتك ابدع فيها بسيطه خالص، انت شوف اللي انت نفسك توصل له او مين مثلك في الحياه وكون زيه. مش لازم ان انت توقف عقلك عند حاجه بسيطه او عند حاجه كده. واقدم الشكر كل الشكر لكل اصحابي والناس الجميله اللي بتيجي تقعد معايا وبتتكلم معايا وبتديني ثقه اكتر واكتر بدون ذكر كلكم والله حبايبي. بس الجميل الاكبر الحاج سند عبد العاطي الله يرحمه، والدتي ووالد الله يرحمهم، وكل الحبايب. رسالتك وصلت وانت فعلا شرفتنا. الله يبارك لك يا استاذ عماد، وشرف لنا ان احنا نكون معاك. شرف لنا وان شاء الله وعد لنا لقاء دايما مع بعض ان شاء الله وتنوروا المنصور باذن الله. كلمه اخيره يا فؤاد. الصور في صور بعد اذنك الاعداد، في صور 13 صوره ممكن يتعرضوا ورا بعض كده عشان نختم. اتفضل يا فؤاد قول رسالتك والصور هتتعرض. كنت اتكلم على الصور بس مش اكتر. تمام لو عندك رساله طبعا. انا بفتخر بمهنتي جدا وبحبها جدا ودايما في تطور باذن الله، وانا وهبت نفسي لبلدي وما حبيتش ان لو امكن الصور بعد اذنك. كم بس كلمه اخيره. شكرا يعني كبير جدا لوالدتي ومن بعدها اخويا الاكبر عسوي
وان شاء الله كافر وافتخر باذن الله في تطور ونجاح باذن الله. باذن الله. طبعا معاكم بنقدم دعوه يتشرف مؤسسه سيد العدوي بالقيام باول اعمال تطوير المهنه ووضع على الطريق السليم، وذلك بعمل المؤتمر العلمي الاول للوقايه من المخاطر المهنيه والثقافيه والمهنيه بتوأمه مع مستر عوض صبري مؤسس مبادره افتخر بمهنتك والاستاذ محمود عبدين. وبرضه بقدم حاجه هنا لشباب بلدي كفر سلمون ومجلس اداره نادي كفر سلمون، عملوا حاجه تشرف خلال ثلاث سنين، خلال سنه كامله تم اناره الملعب وعمل ثلاث دورات للشباب، كانت صور طبعا موجوده في الاعداد بس قدر الله ما شاء فعل. انا بعتذر لكل شباب كفر سلمون واهلي. بشكر رئيس مجلس اداره الاستاذ طاهر حبيب والاعضاء حسن شبل وحماده ياسر وبقيه فريق الاعضاء، وان شاء الله اوعدكم الفقره الاسبوع الجاي ان شاء الله نعرض صور لمركز شباب كفر سلمون. طبعا معاكم ان شاء الله شباب افتخر بمهنتك، قدمنا لكم المثل القدوه الاستاذ صديقي العزيز وائل الدسوقي الملك فؤاد الاول، نورتنا نجم بني سويف. عبد الله محمد نجم بني سويف، انتظرونا دايما معاكم الشباب والمثل القدوه. نقدم دلوقتي لزمايلي شهاده تقدير استاذ وائل، حاجه بسيطه من البرنامج، درع شرفي برضو للبرنامج كده، يا رب تفتكرنا بيه. الملك فؤاد الاول نجم بني سويف، نعتذر لك على الصور برضو وعلى الهوا اهو عشان الوقت بس. اتفضل عبد الله. اتفضل عبد الله، تعالى هنا عبد الله جنبي، تعالى يا فؤاد. قدمنا لكم المثل والقدوه لمبادره افتخر بمهنتك شباب كوافير والتجميل في مصر، دايما نقدم لكم المثل والقدوه، انتظرونا برنامج افتخر بمهنتك كوافير وافتخر. كوافير وافتخر.